بمناسبة اقتراب موسم الصيف، بدأت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة والتأهب لارتفاع أعداد البلاغات الواردة إليها عبر مراكزها المنتشرة في جميع أرجاء المملكة، حيث تجهزت لتكون مستعدة دائما لتأدية واجبها النبيل في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. الزميل يحيى العمري والتفاصيل. مهام كبيرة يحملها بواسل وزارة الداخلية في الإدارة العامة للدفاع المدني تتلخص بمجملها بواجب نبيل وسام، وهو الحفاظ على أرواح المواطنين وحمايتهم من أي خطر يحيط بهم، وهذا الهدف يتطلب الجهد والاستعداد اللازم بدءا من مرحلة استلام بلاغ عن وقوع خطر ما وحتى تحديده والتوجه إليه والتعامل معه. احنا حاليا متواجدين في غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني. في هذه الغرفة يتم استقبال جميع الاتصالات والبلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين، والغرفة تقوم بدور توجيه المراكز المعنية لتغطية هذا البلاغ من أقرب مركز لموقع الحدث. السرعة إلى جانب الاحترافية والدقة هي أهم المعايير التي يبذل هؤلاء الرجال جهدهم فيها، فجميع العاملين بهذه المراكز التي تنتشر في جميع مناطق المملكة خضعوا للتدريبات المكثفة للتعامل مع الحالات الطارئة واليومية وتقديم أجود الخدمات وفقا لأنظمة وأصول الضبط والربط العسكري واستخدام أحدث السبل والأجهزة المطورة. يتم تحديد نوعية الآليات اللي متواجهة للبلاغ على حسب البلاغ اللي يتم استلامه من غرفة العمليات، وطبعا هاي الآليات بتكون مجهزة بكامل العتاد اللي يحتاجونه في عملية الإنقاذ والمكافحة اللي يقوم بها رجال الدفاع المدني. مسؤولية وأمانة ثقيلة يحملها هؤلاء الرجال على عاتقهم، بدءا من تقييمهم لما ورد في البلاغ ومن ثم وصولهم إلى الموقع ومباشرتهم التعامل مع الحريق باستخدام الأجهزة المناسبة بكل احترافية، وتركيزا على هدفهم الأهم وهو إنقاذ أرواح المواطنين وحمايتهم من وقوع أي ضرر، وصولا إلى مرحلة السيطرة على الأخطار بأقل الأضرار. رجال أوفياء عاهدوا أنفسهم على بذل كل ما في وسعهم خدمة لوطنهم البحرين وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة لأبناء هذا الوطن، رغم كل ما يواجهونه من مشقة وعناء ومشاهد مؤثرة أثناء تأديتهم لواجبهم بكل إقدام. بهذه الحماسة العالية يكون أبطال أفريقيا الدفاع المدني على أهبة الاستعداد دائما ليقوموا بواجبهم النبيل على أكمل وجه بروحهم الوطنية العالية واحترافيتهم وحماستهم في أداء مهامهم وسرعتهم على مدار الساعة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.